اليوم ان شاء الله عند مراسم الاطلاق الرسمي للاستراتيجيه للمغرب الرقمي 2030 بحضور قوي للمختلف الفاعلين في القطاع العام والقطاع الخاص. استراتيجيه طموحه للهدف الاول ديالها هو رقمنه الخدمات العموميه المغربيه. علاش؟ باش نجودوا هذه الخدمات، باش نقربوها للمواطنين، باش يبداو يستعملوها ويستافدوا منها ويقلصوا اجل المعالجه ديال الخدمات ديال العموميه. الهدف الثاني ايضا هو اننا تنميه الاقتصاد الرقمي في بلادنا باش يولي المغرب بلد منتج الحلول الرقميه المبتكره، وايضا نخلقوا فرص شغل للشباب المغربي. 240 الف فرصه شغل مباشره وقاره وفوق سنه 2030 باش الشباب يقدروا يستافدوا من هذه فرص الشغل. غنشتغلوا ايضا على تكوينات جامعيه، اعاده التاهيل في مختلف جهات المملكة. الهدف هو تكوين 300,000 شابة وشاب في مجال الرقمنة أفق السنة أفق 2030. أيضا تغطية التراب الوطني كله للإنترنت في المناطق النائية، تقوية الألياف البصرية وإدخال خدمات السكش. اولا هذه فرصه كبيره، لان كتعرفوا بان هذا الميدان ديال الرقمنه وهذا الميدان ديال التحول الرقمي اللي كاين اليوم على الصعيد العالمي، وجلاله الملك الله ينصرو عطى التوجيهات ديالو باش نكونوا راس مال بشري اللي قادر يتجاوب مع التحديات، لان في الحقيقه هي فرص كبيره بالنسبه لبلادنا بالنسبه للشباب ديالنا. وهاد الشراكه اللي درنا اليوم هي جات من الشراكات اللي درناها مع جميع القطاعات، مع قطاعات ديال العدل وبالرغم جميع الميادين، واليوم على الصعيد الرقمنه. وهذا الرقمنه كتوجه لجميع الوزارات، لان خصنا الشباب يكون كون راس مال بشري يكون كون. غادي نضاعفوا ثلاثه المرات من هنا 2026 بالنسبه للشباب اللي غادي يتخرج من الجامعات المغربيه والمدارس المغربيه، وغادي تكون اكثر من 45,000 من هنا 2030. كما شفتوا بان تكوينات خاصه بالرقمنه، وكاين كذلك الفضاءات اللي خلقنا فضاءات كود 212 اللي غادي يساعدوا جميع الشباب ديالنا في جميع التخصصات باش تكون عنده واحد التكوين مزدوج ويكون عنده اشهاد في هذه الميادين ديال الرقمنه. هذا هو التوجه الكبير اللي حنا غادي فيه، وتنظن بان تتعرفوا الاهميه الكبيره ديال راس المال البشري في جميع الميادين. ولكن الرقمنه اليوم ما بقاتش دي سير ونات بلا دو ريزيستونس اللي خص جميع الشباب ديالنا يكونوا متكونين فيه. شكرا. اذا اليوم عندنا اطلاق الاستراتيجيه الرقميه ديال الحكومه ديال 2030. طلعي عافاك غادي نخلع دابا. الهدف ديال خلق 270,000 منصب شغل، والهدف ديال تكوين اكثر من 100,000 ديال الكفاءات. خلق ديال مناصب شغل عنده علاقه بالسياسه ديال الحكومه في مجال ديال الدعم ديال خلق هاد مناصب الشغل، لا سيما عبر منحه ديال التشغيل لا بريم ا لومبلوا. حنا جربنا المنح ديال التشغيل مع الوكاله الوطنيه للتشغيل والكفاءات في قطاعات متعدده وعطات النتيجه ديالها، ولكن ما كانش عندنا منحه ديال التشغيل خاصه بالقطاع الرقمي.